رجعنا لكم من جديد ومواصلين مع أبرز أخبارنا، وين انفعل الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نفيا قطعيا ما اعتبره مغالطات واردة على لسان كل من محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والاقتصاد اللي كانوا أكدوا على هامش انعقاد أيام المؤسسة في دورتها 36 مشاركة المنظمة الشغيلة في صياغة برنامج الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. أكثر تفاصيل في هذا التقرير لرانيا محرزي. في بيان شديد اللهجة عبر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم عن تنديده لما وصفه بالمغالطات المفضوحة الواردة على لسان كل من محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والاقتصاد لادعائهم زورا تلميحا أو تصريحا مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامة والخاصة. كما نفى الاتحاد في نص البيان نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، مجددا مطالبته بحق الشعب والمنظمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية، معتبرا أنه غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب التونسي وتضر بمصالح تونس. هذا وجدد الأمين العام لاتحاد شغل نور الدين الطبوب السبت الماضي تأكيد أن الاتحاد يجهل تفاصيل الاتفاق الحاصل مع صندوق النقد الدولي، كان ذلك على هامش انعقاد أيام المؤسسات في سوسة. أنا قلت قدام حضور الناس كلهم يا دي ما نعرفوا شيء، تعرف أنت إعلامي؟ ما نعرف باهي الصحافة حد يعرف، ثم واحد يعرف حد هو إيه؟ فهمني اليوم، فهمني اليوم، قول لي أنا اليوم وزيرة المالية عن اتصالح بموقف، وزير التنمية والاقتصاد كان حداك مخلي يوم الصباح يعطي موقف، وزير الشؤون الاجتماعية يعطي موقف، ما عرفش شكون يعطي موقف، سيد رئيس الجمهورية عنده رأي آخر على يسار الاتحاد، قلت فهمني كذا، يشكون مش تفهم. هذا كان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد اعتبر أن تونس نجحت في برنامجها مع صندوق النقد الدولي بنسبة 60 إلى 70%، مثمناً مجهودات خبراء الاقتصاد في اتحاد الشغل لتعاونهم في التصريح بالأرقام خلال استكمال ملف تونس ولجؤها للتفاوض والنقاشات مع صندوق النقد، فيما أكد ممثل صندوق النقد الدولي سعي الصندوق إلى أن يحظى برنامج الإصلاحات التونسية بموافقة جميع الأطراف، مشيراً إلى أن المشاورات التي أجراها الصندوق مع اتحاد الشغل كانت جيدة، ومشددا على أن الصندوق لم يفرض إعادة هيكلة لمؤسسات تونسية بل طالب بمراجعة بعض المصاريف في حوكمة بعض المؤسسات. احنا كصندوق نقد دولي نمثل مجلس حكومي وبالتالي نتفاوض مع السلطات، وهذا أمر مهم نقوم به، لكن اليوم احنا هنا نسعى للمساعدة في وضع برنامج إصلاح يعكس أوسع نطاق من التوافق، وفي الإطار هذا كان لنا نقاشات مع اتحاد الشغل وكانت نتيجتها جيدة جدا وما زالت متواصلة، ونحن نتفق في عديد النقاط. يذكر أن تونس توصلت في شهر أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بقيمة 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية، على أن يتم النظر في ملف القرض الذي تقدمت به تونس لإعلان القرار النهائي بهذا الخصوص يوم 19 ديسمبر الجاري من طرف مجلس صندوق النقد الدولي. خلينا نحاول نفهموا، لأن التصريحات متضاربة ومختلفة بين الطرف الحكومي رياض وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، لا سيما بيانه اللي صدر اليوم. شفنا صندوق أو ممثل صندوق النقد الدولي في أيام المؤسسة شنو اللي يحكي، يقول متفقين تقريبا في جل أو معظم النقاط مع الحكومة التونسية، لكن نور الدين طبوبي يقول لك ما عندناش علم. إذن هذا الاتفاق لو مشينا له إلى اتفاق نهائي كيف سينفذ دون الشريك الاجتماعي الأول؟ في اعتقادي ما يلزمش نوصلوا غادي، يلزم الحكومة بأي شكل من الأشكال تتفق مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتجلس مع الاتحاد على طاولة حوار بناء لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية التي أصبحت تلقي بذلالها على المستوى الاجتماعي، ولو أنه وانا ديما الحقيقة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وفيما يتعلق بمسألة الدعم ومسألة المؤسسات العمومية أنا
مع الاتحاد، وللاتحاد كل الحق وكل الشرعية والمشروعية في الدفاع على منظوره، ولا أحد بإمكانه مصادرة هذا الحق من الاتحاد، ولكن تغليبا أيضا للمصلحة الوطنية الفضلى على الجميع الحكومة والاتحاد أنهم يتحلوا يعني بالوعي الكامل بدقة هذه المرحلة وبدقة الأزمة الاقتصادية والمالية اللي تعيشها بلادنا، ويجلسوا على طاولة الحوار، لأنه احنا توا الاتحاد العام التونسي للشغل يقول لك الحكومة ما بين الوزراء نتاعهم متضاربين في التصريحات، والسيد رئيس الجمهورية على يسار الاتحاد، احنا بيدنا زاد ما عادش فاهمين شكون نصدقوا الحكومة ولا نصدقوا الاتحاد. وبالتالي في اعتقادي المخرج الوحيد هو الحوار والحوار الحوار ولا شيء غير الحوار. مازال ثم بين إمكانية الاتحاد والحكومة. شكرا رياض. تشوف خليفة أنه مازالت ثم إمكانية للحوار بين الطرفين، أم أنه حبل الود بدأ ينقطع من خلال الخطابات أو التصريحات المتتالية من قبل قيادي الاتحاد على رأسهم الأمين العام المنظمة الشغيلة، اللي غاضب جدا اليوم من مواقف الحكومة، يقول لك احنا ماخذين بلاصتنا ويحكيوا في كلام ما حكيناش فيه معاهم أصلا، ما صارش، ما طلعنا على حد شيء وما وافقنا على حد شيء. موافقة لحد شيء، ثم أشياء موافقة عليها. مثلا الاتفاق الأخير متاع زيادة في الأجور، شنو تيمو مسألة موضوعية، من حق الاتحاد ومن حق الأحزاب ومن حق الحكومة، كل واحد عنده حق يحكي هو في النهاية. أنا نصدق الواقع. الواقع هالإجراءات تاع الصندوق هي قاعدة تخدم، هي شنو تو مفاجأة للناس الكل، بالكش عندك السكر تاخذ فيه ب 900 مليم وفي بليش، بلكش الحليب تاخو فيه ب 11%، بلكش الزيت الحاكم موجود. تي انا بدينا فاجرة الصندوق، شفت ابواب الانتدابات موجوده، تضربنا شهرين المعلمين ما يقريوش فقط باش نتعدوا هالعقبه بتاع مشكل الانتداب وكتله الاجور. دخلنا فيه السيستم هذاك، كل واحد يقول لي يضر، وكل واحد يقول كيفاش، ومن حقه كل واحد قاعد يتكلم ويدافع. الواقع الواقع، مشينا في الثنيه هذيك. أو الغاز توا الناس تفركس فيها، الغاز بدون الكل يكلموا فينا احنا كوسائل الاعلام، ما ثماش غاز وما ثماش غاز، شفنا زياده المحروقات وممكن جاي زياده اخرى. لا جايه اليا يعني، يعطيك الصحه، ما تقوليش انت في بالك الزاد. لا في بالي انا، في حوار انا سالته السؤال هذا لوزير الماليه في الحوار نتاع الصندوق اللي قبيله نسمع فيه المحترم قابلنا من الكل. مشى شاف منظمه الاعراف وكونكت واتحاد شغل، وكان يحكي شاف الناس الكل. الخطاب وتجويد المفاوضات يعني على مستوى مكاسبها ونتائجها منطقي وموجود. قبلنا كنا نفسروا خطاب المعارضه، قال لك يتنحى ونعملوا حكومه جديده ويمشي قيس سعيد الحبس زاد وما عادش شد الحكم هو قاعد يحكي. مش هذا الموضوع، خلينا نحكي وضع البلاد. ثم اجراءات ماشيه ومؤلمه، وعلى السلطه في النهايه هي المسؤوله الاولى والاخيره ان تتحمل هذه التبعات باجراءات مرافقه حتى لا يحتد الوضع الاقتصادي والاجتماعي الى اقصاه قد يؤدي بانفجار اجتماعي. مش مستهدف السلطة لم تتحدث عن ذلك ككل بطريقة واضحة لرفع أي غموض حول المسائل هذه كل الملفات هذه كل الإصلاحات. لا محدود في فهم الأمور. حشيك. ما ثماش اتفاق سري. مش معناه اتفاق سري؟ معناها غدوة كي باش نلقى الباكيت ب 300 مليم يعيط لي في الكوشة واحد يخلصها. تقول هذه وقاية على مش تعيشها مش تلمسها. هنا بدينا نلمسها. علاش ما نسمعوش من الحكومة؟ علاش نقعدوا نستناو في صندوق النقد لين ينشروا على الموقع نتاعو؟ هي الحكومة اللي عندها. نلقوا في الباكيت 250 مليم والله ما شفتها. مانيش على الهوا، ما في كل يوم السكر نجري من نهار كامل باش نلقاه ب 17%، حاره لحظه ما كان ب 1450. يلا اشكالكم نمشيو للحليب ما دام تحكيو على حليب. يلا نختم. يكون ثم اتفاقات سريه. المداولات على المستوى واضح. النقطه الوحيده اللي انا في تقديري ما زالت مشكل قايم، رفض رئيس الجمهوريه مساله الخصخصه على عواهنها في علاقه بالمؤسسات. شكرا لكم. شكرا لكم. يلا رياض 30 ثانيه فضل. سيقينا معناتها على ارض الواقع، راهو الاصلاحات ماهيش املاءات من صندوق النقد الدولي بقدر ما هي قناعات اصبحت مفروضه علينا. هيك تشوف انت كل الخبراء الاقتصاديين يجمعون على ضروره انجاز هذه الاصلاحات فيما يتعلق باصلاح منظومه الدعم، مراجعه وضعيات المؤسسات العموميه، وراهو على قد ما نوخروا
في هذه الاصلاحات التكلفه مش تكون اغلى. واحنا شفنا معناتها صندوق النقد الدولي مشينا له في 2013 وكل ما وخرنا في الاصلاحات هذه الا والبلاد تغرق اقتصاديا. نمشيو لمساله الحليب وين قال المكلف بالانتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين الامام البرقوقي يقول انه مخزون الحليب تقلص حاليا لحدود 6 مليون لتر. اكثر تفاصيل حول ازمه الحليب في هذا التقرير لزيد الزيدي. ما تزال أزمة فقدان مادة الحليب تلقي بظلالها على الأسواق وتثير المخاوف من استمرارها، وسط تأكيدات أن المخزون الفني للحليب في تونس لا يتجاوز حاليا 6 ملايين لتر يتم اللجوء لها لتغطية النقص في التزويد، ولا يمكن حصر المدة اللي ممكن يغطيها هذا المخزون، وذلك بحسب الكمية اللي يتم استخدامها لتعديل السوق وفق ما يأكدوا اتحاد الفلاحة والصيد البحري. ومع تراجع الانتاج بنسبة 20% مقارنة بالسنوات الفارطة، يقول المكلف بالانتاج الحيواني في اتحاد الفلاحة انه من اهم اسبابه التقشف في استخدام الاعلاف لارتفاع اسعارها وارتفاع كلفة الانتاج. ولان دعا اتحاد الفلاحة الحكومة للتدخل لانقاذ منظومة الالبان في ظل غلاء اسعار الاعلاف وارتفاع كلفة الانتاج، مما يجعل الفلاحين غير قادرين على مجابهة المصاريف، خاصة وانه اغلب مربي الابقار الحلوب هم من صغار الفلاحين اللي لا يتجاوز حجم قطعانهم الخمس بقرات. فإن الانتاج اليومي للحليب في تونس تراجع من 1.8 مليون لتر في العام الماضي إلى أقل من 1.2 مليون لتر في الفترة الأخيرة، مما ينبأ من قطاع الانتاج في حال تواصل اضطراب نسقه حسب مصادر من نقابة الفلاحين. وفي الوقت اللي توجه فيه اتهامات للموزعين باحتكار الحليب لترفيع أسعاره، أطلق منتجو الألبان ومربو الأبقار جرس الانذار حول انهيار منظومة الانتاج بسبب الخسائر اليومية اللي تناهز بحسب تقديراتهم 300 دينار. في المقابل وفي كل مرة تتعهد وزارة الفلاحة بإيجاد حلول للأزمة والجلوس مع الفلاحين ومنتجي الألبان على طاولة المفاوضات بعد المطالبة بإنقاذ القطاع والترفيع في سعر بيع الحليب عند الإنتاج من قبل الفلاح، لكن هذا ما كان عنده حتى أثر على أرض الواقع لتبقى دار لقمان على حالها. يلا نخليكم التعليق بغياض ما على المسألة، ما زالت متواصلة مسألة رحلة البحث عن الحليب خليفة، هذا كان لقيته. هذا هو هوجينا الموضوع اللي حكينا قبيلة، معناها تو عمليا الدعم نظريا موجود للحليب، تقول الحليب مش موجود، يمكن دعم قاعد وحده هكاك في الصندوق يعيش لحال، ثم مشكلات مرتبطة بجوانب موضوعية زادة ما نكونوش قاسين لا على الفلاح أو لا على المنتجين أو على غيرها، ثم مشكلة متاع الأعلاف، ثم ناس سلموا شوية في جزء من القطيع متاعهم، ثم التكلفة ارتفعت بضرورة، لذلك المنتجين طالبين معناها زيادة في السعر عند البيع باش هو يتمكن من امتصاص هذه الزيادة، وثم تراجع الانتاج بتبعه اللي التقديرات تقول أنه في ظرف 10-15 يوم جايين يعود يرجع، لأنه توا مرحلة نزول الانتاج مقابل تعافيه في قادم الأيام. المعطيات هذه الكل أدت للأزمة اللي نعيشه فيها اليوم، والحليب مش موجود إلا ب 1800 وب 2000 فرنك اللي هو معناها نصف دسم والدسم وغيره، اللي موضوعين كما قلت لك الدعم عمليا قاعد يتنحى بطريقة أو بأخرى، بقى كان في المقارونة والكسكسي والخبز متاع الكوش التقليدي. شكرا لكم خليفة ورياض، نمشي ونشوفوا اليوم شنو مقدمة لنا اليونيفرسيتي سنترال. غالبا ما يعتبر التكوين المهني الخيار الثاني بالنسبة للطلبة الجامعيين، بينما أثبتت الدراسة المتعلقة بقابلية التوظيف نحكيه على فيتي 360 اللي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية LFC أكدت أنه نسبة تشغيل طلبة التكوين المهني تكاد تفوق نسبة تشغيل الجامعيين، واعتبرت أنه مركز التكوين المهني الخاص لمساد المنتمي لمجمع أونوريس يونايتد يونيفرسيتيز نموذج للتشغيل والتوظيف وفق ما أظهرته آخر النتائج والإحصائيات اللي أجراها مجموعة من الخبراء والمختصين. ما الذي يضمن تحصلي على وظيفة والتحاق بسوق الشغل فور إنهاء لمرحلة التكوين؟ سؤال كثير ما يطرح في أذهان الطلبة، خاصة وسط تطور وتعدد الاختصاصات والمؤسسات مقابل ارتفاع نسب البطالة وعدم القدرة على توظيف الخريجين الجدد. لذلك سعت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية EFC إلى مساعدة مؤسسات التكوين المهني على تقييم مدى قابلية توظيف خريجيها في سوق الشغل اليوم.
من خلال إطلاقها لفيتي 360، وهي دراسة تسعى لتقييم مؤسسات التكوين المهني اعتمادا على مقاييس عالمية في مؤسسات التعليم العالي في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تعتمد على 5 معايير للتوظيف تشمل ملائمة المناهج التعليمية، الحوكمة والاستراتيجية، تشريك أصحاب المهن، خدمات التوجيه المهني، ومتابعة المتكونين القدامى. بيّنت هذه الدراسة أن نسبة تشغيل خريجي التكوين المهني تفوق نسبة توظيف المتحصلين على الشهائد العليا، وهذا ما يعزز دور التكوين المهني وأهميته اليوم في التنمية الاقتصادية. حيث صرح ممثل EFC في تونس جورج غرة أنه غالباً ما يعتبر التكوين المهني خياراً ثانياً للطلبة، بينما أثبتت الدراسة المتعلقة بقابلية التوظيف أن نسبة تشغيل طلبة التكوين المهني تتساوى بل وتكاد تفوق نسبة تشغيل الجامعيين. لابد من التفكير في أنه التكوين المهني ويلعب الدور اللي يلزم يلعبه، خاصة وأنه اليوم كما تعرفوا سوق الشغل تتطور بشكل كبير وتطلب كفاءات متغيرة، كفاءات متطورة، وهذايا ما نجموش نجاوبوا عليه إلا ب مراكز متاع تكوين مهني. من خلال هذه الدراسة التي قامت بها EFC صنفت إمساد كنموذج للتشغيل والإدماج المهني بفضل التزامها بتكوينهم وفق انتظارات ومتطلبات سوق الشغل ونجاحها في إدماجهم الفعلي في الحياة المهنية، إضافة لتطويرها المستمر لبرامجها التكوينية اعتماداً على التطور التكنولوجي والرقمي، حيث تم توظيف جل خريجي إمساد في سوق الشغل حتى اليوم، والثلث منهم تم توظيفهم قبل حصولهم على شهائد التخرج. الانكيت اللي عملتها الـ EFC هذية اللي هي تسمى فيتي 360 elle se base sur des indicateurs mesurables اللي هم يخصوا les services offerts aux étudiants et aux apprenants pour améliorer l'employabilité. L'IMSET تقدم في عديد الخدمات à travers les institutions اللي خلقتهم في وسطها، كما le centre de carrière، كما l'incubateur، كما les certifications، كما le centre de langue، ainsi de suite. Donc خلتها تكون حسب l'étude هذه اللي عملت l'IFC اللي classée première ضمن الدول اللي عملت لهم l'IFC l'étude هذه في افريقيا الكل. تتويج سمح بالكشف عن عدة إحصائيات أخرى تثبت استحقاق هذا التصنيف العالمي، حيث أكد معظم طلبة إمساد مدى مواكبتها للتطور والتغيير واعتمادها للتكنولوجيات الحديثة كأداة أساسية للتعليم والتكوين. كما أثبت 84% من الطلبة أن اختيار مركز التكوين الخاص إمساد يساهم في التطوير الشخصي والأكاديمي والمهني، في حين أن 96% واثقون من أن إمساد هي الداعم الأول لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، و90% آخرون يوصون باختيار إمساد كالمؤسسة النموذج للحصول على شهادة تكوين مهني معترف بها من طرف الدولة ومعتمدة لبرامج تكوينية متطورة ومنسجمة مع المتطلبات المهنية. نجاح أثبت ما بذله مجمع أونوريس يونايتد يونيفرسيتيز تونس من خلال إمساد في تثمين التدريب المهني واستجابة برامجه لانتظارات سوق الشغل. برامج تكوينية متطورة تمكن طلبة إمساد من التألق فيها والانفتاح على الشركات الرائدة في تونس وفي العالم، مما يساهم حسب آخر إحصائيات EFC في توظيف المتكونين خلال فترة التدريب أي قبل التخرج. كما كل نهار نقدم لكم لافاريت والنصائح اللي يعرضها لكم كارفور في جميع مغازات وفي رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. مرحبا بكم مجديد في هذا الموعد اليومي. اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا الشركوي اللي تتعدى به جميع اللحوم المعروضة في مغازات كارفور. على خاطر ثقتكم فينا وصحتكم من أولوياتنا، كارفور باش يقدم لكم أحسن لحوم، خدمتنا تبدا من هوني. عمل يومي دقيق يمكننا من إنتاج لحوم ممتازة. على خاطرنا نهتموا بالبيانات خانيمال، عجورنا يعيشوا في ظروف ملائمة أليغ ليب. الأصل الجيني للحيوان وكل مرحلة من حياته مهمة،
هذاك علاش اتجه اختيار العجول راس افيونت ما يتجاوزش عمرها 18 شهر ان دو نو كريتير دو كاليتي. نبداو متاكدين من جوده المنتوج، نعملوا اون سيليكسيون دي فوم اللي هما صغار ونراقبوا التغذيه السليمه اللي لازمتهم. الحيوانات نتاعنا يذبحوا دون دي زاباتوار قراب من الفيرمات بور ايفيتي لو ستريس دو ترونسبور. اللحوم نتاعنا تعدي الفتره اللازمه دون دي شامبر دو ريسوياج دان فورنيسور بارتنير متحصله على المصادقه الصحيه البيطريه. Nos fournisseurs partenaires respectent les exigences de la réglementation en vigueur et veillent sur les conditions de santé. Chez Carrefour, on ne vend pas le bœuf comme les autres. بخلاف اللحمة البنينة المدروسة في كل تفصيلة، أصلها وفصلها والمرعى اللي لمها، عما زادة جزارة فيما يودوك باللحمة المطلوبة حسب نوع التطييب وتبديله من طبق لطبق. لحم كارفور أصالة جودة ومتابعة تميزنا عن الكل. أكيد نتلقى غدا في نفس التوقيت في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. شكرا لكم خليفة، شكرا رياض، نتلقى أكيد هذه ساعتنا الأولى وفات نتلقى بعد لحظات ونستقبل أربع مترشحين للانتخابات التشريعية فصلتم معنا عودة.